اهلا بحضراتكم من جديد في بلاط صاحبه الجلاله، وقفه صحفيه للتحليل. بيصحبنا في هذه الفقره للتحليل استاذ محمد المصري، الكاتب الصحفي. مشرفنا استاذ محمد، صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ محمد. طيب رمضان كريم. رمضان كريم. اهلا وسهلا استاذ محمد. اكيد طبعا نبتدي طبعا بالموضوعات طبعا المعتاده احنا نتكلم فيها في الصحافه، لكن خلينا طبعا نشوف الافطار اللي كان بالامس. كان حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق الاول صدقي صبحي. الرئيس بيقول من الاهرام: قوه وتماسك الجيش، صمام امان لاستقرار البلاد، واجهزه الدوله مطالبه بالقيام بمهامها بتجرد لتحقيق التنميه الشامله. طبعا ده حوار من ضمن الحوارات المهمه جدا، او كلمه من ضمن الكلمات اللي قالها الرئيس خلال الافطار الخاص بالقوات المسلحه، وتقليد معتاد كل سنه في الحقيقه. يعني صباح الورد على السادة المشاهدين، وصباح الورد على سيادة الرئيس وقادتنا كلهم وشعبنا وعلى أمتنا العربية كلها، وربنا يصلح أحوال الجميع يا رب. حضرتك سيادة الرئيس امبارح، والحقيقة من أول رمضان يعني كل يوم بيفطر مع شريحة، مع قطاع من المجتمع المصري. وهو لما يعني بيفطر مع الشرائح أو يعني العينات اللي بتمثل المجتمع المصري دي، كأنه فطر مع المجتمع المصري كله يعني. امبارح كان سيادة الرئيس وكان سيادة الفريق صدقي صبحي في افطار، حضروا يعني قيادات من الجيش، قيادات من الشرطة، وزي ما حضرتك تفضلت سيادة الرئيس أكد على انه الجيش هو صمام الأمن والأمان، وده صحيح، والتأكيد عليه بيبقى يعني نوع من إحداث اليقظة، إن صح شوية يا جماعة. ناخد بالنا من أهمية نفسنا ومن أهمية الدور اللي بنقوم بيه. لكن زي ما سيادة الرئيس اتكلم عن الجيش وضرورة اليقظة والانتباه، هو كمان اتكلم عن مؤسسات الدولة المصرية ككل. يعني هو في الحقيقة قال أستاذ محمد تحديدا، يعني أنا عايز أعرف حضرتك الكلمة الختامية اللي هي في نهاية الكلام، قال أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالاطلاع بمهامها بكل وطنية وتجرد ومهنية حتى يمكن تحقيق النهضة التنموية التي تطلع عليها الشعب المصري. طبعا وأكد على ثقته في الشعب المصري العظيم. في الحقيقة احنا عندنا مشكلة جدا في موضوع ان كل واحد يعرف ايه المهام المنوطة بيه ويقوم بها ازاي ويعملها امتى. هو سيادة الرئيس لازم يقول كده، لكن هو سيادة الرئيس عنده معلومات قدنا مليون مرة. طبعا بنأمل بنتمنى انه يعني كل واحد في موقعه يستشعر يعني صعوبة الاوضاع اللي احنا فيها، ويستشعر يعني صعوبة احداث التنمية في الظروف اللي احنا فيها. سيادة الرئيس اكد على التجرد، على النزاهة، على الوطنية، يعني نبقى ناس يعني متأسف التعبير، كل واحد فينا يبقى يعني بيعمل في إطار من الاحترام، في إطار من الالتزام، في إطار من إيثار المصلحة العامة، في إطار من إني أرجع مصلحة نفسي شوية وأقدم مصلحة المجتمع. والله يا أخي كلام عظيم جدا. وعلى فكرة كلمة الرئيس امبارح عجبت ناس كتير، يعني من أحسن الكلمات اللي قالها سيادة الرئيس كانت كلمة امبارح. يعني أنا شخصيا بضم صوتي للي قاله سيادة الرئيس في ضرورة إنه قواتنا المسلحة ربنا يحميها تبقى في حالة يقظة دائمة، بالنظر للمخاطر المحيطة بنا من كل الاتجاهات، وبالنظر للدور المهم جدا اللي بتقوم بيه القوات المسلحة في الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه. وأنا بضم صوتي لصوت سيادة الرئيس فإن كل واحد في مؤسسة من مؤسسات مصر يحس ان هو كمان مسؤول، ان المسؤوليه جماعيه، ان كلنا مسؤولين. خصوصا ان سياده الرئيس كان بيتكلم على محور التنميه، ان اللي هيعمل التنميه هي المؤسسات دي، والمؤسسات دي مش هتعمل التنميه لوحدها، لانها بتعمل تحدث هذه التنميه في شعب، في مجتمع. هذا المجتمع هو كمان لازم يغير شويه من قيمه، من مفاهيمه، من سلوكياته. ناخد بالنا انه يعني احنا عشنا فتره سبهلله ما بقتش مناسبه النهارده نعيشها، لازم نتغير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعتقد ده اللي قصده سيادة الرئيس يعني. صحيح صحيح. طيب خلينا نروح برضو للخبر الثاني وموضوع الساعة زي ما بيقولوا، موضوع طبعا قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين عدد من الدول العربية وقطر. طبعا موضوع بيتصدر العالم دلوقتي ككل، ويمكن كمان التويتة اللي صدرت من الرئيس ترامب ربما أحدثت تغيير أو تغير كبير في المنهاج الخاص بالدول العربية. كنا كلنا معتقدين في ظل طبعا تصريحات اللي صدرت عن المسؤول أو المتحدثة باسم البيت الأبيض
تصريحات صدرت عن ريكس تيلرسون وزير الخارجية، كانت لها تصريحات ناعمة بعض الشيء وتدي إيحاءات إن هي أمريكا يعني بحاول تصلح علاقاتكم والدول العربية تصلح علاقاتها ببعض، لكن فوجئنا طبعا بالرئيس ترامب زي ما اعتدنا منه بقى إيه راح فجرها كده وقالها في وش الناس، دي بداية القضاء على الإرهاب ودي النتائج المثمرة لحوارنا مع العرب وحواري مع الـ مع الـ مع, الـ مع العرب في لقاء المملكة اللي كان منذ أيام قليلة، ده الثمار المرجوة منها وده الخط الصحيح. الأخبار بتقول العزلة بتعزل قطر والحصار يخنق قطر من جديد، وترامب عزل الدوحة بداية النهاية للإرهاب، وفرنسا طبعا بتتدخل عن مخرج للأزمة وقال ثاني مستعدون لقبول الوساطة. في الحاسس محمد أنا هسمع تعليق حضرتك، بس برضو عايز يعني نوري صورة، في صورة في الأخبار ربما عبرة جدا يعني نحاول نشوفها. طب نعلق مع حضرتك ونحاول لحد ما زمايلي يكونوا جاهزين ان احنا نشوف الصوره، ان موجود الشيخ القرضاوي هو تميم بيبوس راسه وكل جزء كبير من قال ثاني موجود وشايف الموقف ده. احنا كده هل بنتحدث عن تحدي من تميم للدول العربيه في ظل طبعا يعني الشيخ القرضاوي ربنا يسامحه بس هو من ضمن الناس او العلامات اللي هي ربما نتحدث عنها عن الارهاب قليلا او لها تصريحات ودعوات ونداءات وافتاءات كلها في غير صالح الإسلامي. أيوة تنهيدة دي هذا سؤال للتاريخ. الله يخليك. أستاذنك أن أرتب أفكاري على النحو التالي. نمرة واحد، لا يمكن لأي محلل أن ينظر إلى الحدث الإقليمي في معزل عن الرؤية الدولية ككل، لأنه لا يوجد حدث إقليمي مقطوع الصلة بالحركة الدولية أو القوة الدولية اللي بتدير الأحداث. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حجزب لو قلت أني أعرف الحقيقة النهاردة، وحجزب لو قلت أن الحقيقة بمعنى الحقيقة حقيقة ما يحدث يعني أحد حيعلنها النهاردة، لا السعودية ولا قطر ولا مصر ولا حد. الحقائق دايما بتعلن أستاذ عمرو بعد 30 سنة بعد 25 سنة بعد فترة من الزمن. أنا كمان مستعيد الحقيقة بالتوتر الشديد جدا في العلاقات العربية اللي موجودة، مستعيد أبدا، ومش من أنصار التصعيد في يعني إحداث فتن ومشاكل بين الدول العربية. من المؤكد أن قطر يعني ينسب إليها الكثير من المصائب والجرائم والبلاوي، وهي تتحمل مسؤوليتها بحكم شواهد كتير جدا وبحكم أدلة كتيرة جدا. طيب لكن الصورة معنا أستاذ محمد أهي، طبعا الصورة معنا الشيخ القرضاوي جالس وتميم بيقبل رأسه وعدد طبعا من عائلة آل ثاني في قطر ملتفين حوالين الشيخ القرضاوي كأنه طبعا بيؤم الأمة الإسلامية، وقاعد طبعا في الكرسي الخاص بيه وتميم طبعا بينحني ويقبل رأسه. الصورة في الحقيقة معبرة جدا، يعني الصورة دي خلينا نترجم الأمور، ده تحدي للأراضي العربية بس يعني تحدي يعني أنا في الحقيقة مش عايز بس عايز أفهم شايف حضرتك قراءتك ليها إيه بالظبط يعني. يا سيدي أنا سيدي. لا أنظر إلى الصورة، أنا عشت ما وراء الصورة. تمام. وبالتالي يعني الصورة بالنسبة لي ما هياش، لا أنا عشت ما وراء الصورة لأني يعني عشت مع الناس دي شوية في قطر يعني. عايز أقول مرة تانية أني ما أقدرش أبص الحدث الإقليمي في معزل عن القوى الدولية التي تحركه. عايز أقول أن الحقائق ما بتظهرش في وقتها أبدا، لكن بتظهر بعد 20-30 سنة، ما نستعجلش. عايز أقول أنه ده ما ينفيش أن في شواهد مؤكدة بتنسب لقطر بلاوي سودة عملتها، ومن حق العالم أن يحاسبها ومن حقنا أن احنا نحاسبها. في نفس الوقت أنا مش من أنصار التصعيد في الخلافات العربية أبدا، لأنه أي دولة عربية نخسرها هي خصم من قوتنا العربية ككل. بس هم يا أستاذ محمد يعني هم الآن اختار أن هو ما يكونش مع الدول العربية، يعني هو اختار أن هو يرتمي في حضن إيران وتركيا ويصنع مثلث الشر في المنطقة. أنا جاي لحضرتك. كنت أتمنى ولا زلت أناشد كل حكماء العرب في كل مكان، أرجوكوا أبوس رجليكوا ابعدوا الأجانب من وسطكوا عشان ربنا يصلح حالكوا. تمام. أقسم بالله طول ما الأجانب في وسطنا يا أستاذ عمرو أقسم بالله هتفضل الهيصة دي شغالة. من المؤسف إن السيد الأمريكي طرف في كل حتة في كل مكان في العالم العربي موجود. من الذي يدير الأحداث في هذه المنطقة؟ من؟
أنا كنت أتمنى أن تكون مصر هي التي تدير الأحداث، أن تكون السعودية حتى هي التي تدير الأحداث، أن تكون جامعة الدول العربية التي تدير الأحداث، أن نكون إحنا اللي بندير الأحداث، لكن دائما الصوت الأمريكي موجود، دائما الروسي. الصوت الروسي موجود دائما، التدخلات الدولية موجودة. أين نحن كعرب وكيف نكون عرب؟ طب هو اللي هيدخل ده مش عايز مصالحه كمان؟ طبعا. طب ما هو دخل وخد مصالحه. طيب اذا كان اللي دخل ده اعلن من فتره انه هو هيتجه في باتجاه مناطق الثروه في العالم، ده الرئيس ترامب اللي قال كده، وقال ان هو منطقه الشرق الاوسط هي منطقه الثروه، وقال ان هتحرك باتجاه الشرق الاوسط، وجا الشرق الاوسط وخد الثروه ومشي. ما الكلام قدامنا. يبقى شيء من الحكمه، اقصى قدر ممكن من الحكمه. لكن ارجع تاني اللي زي ما حضرتك قلت، هل احنا كمصر كان ممكن نشوف مثلا قطر ولو ان قلت لحضرتك مره تانية بتحفظ الحقائق لا تقال في وقتها 20 30 سنه على ما نعرف الحقيقه اللي حصل ايه، لكن اما يبقى عندي شواهد كتيره ان قطر بتمول الارهاب، قطر بتأوي ناس انا بعتبرهم من وجهه نظري ارهابيين، قطر عندها محطه اسمها الجزيره، شغلتها ما هياش اعلام خالص، وعلى فكره ما جاوبنيش على السؤال ده وانا في قطر يا جماعه، هو يعني هي يعني الجزيرة دي شغلتها تولع في الدنيا وتحدث فتن وقائع بين الناس وبعضها وتخلي الدنيا كلها حريقة، هو ده الإعلام؟ الإجابة بتاعتهم كانت غريبة جدا. يا أستاذ زي ما أنتوا بتشجعوا الاستثمار إحنا كمان بنشجع الاستثمار، قناة الجزيرة ده شركة بتاعت ناس مستثمرين وإحنا ما نقدرش نقول لهم. طبعا إجابة هبلة يعني، لأنه حتى الشركة لو جت تستثمر في دولة لها قوانين لازم تحترم طبعا، وفي دستور لازم يحترم، وفي أخلاقيات لازم تحترم، وفي تراث مهول جدا بين الأشقاء العرب لازم يحترم. أنا عايز أخلص من القصة دي أقول لك إن قطر خلص دورها، اللي بيدير اللعبة واللي بيلعب بينا كلنا، وأنا بسجل الكلام ده للتاريخ وأمر الله، اللي بيلعب بينا كلنا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وراها إسرائيل طبعا أكبر مستفيد، اللي بيلعب بينا كلنا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عايز أقول إن في إطار اللعبة قطر دورها خلص، لأن بقى عندها عروض أفضل من العروض القطرية بكتير. قطر دورها انتهى، قطر كانت بتعمل إيه؟ بتمول الإرهاب؟ أقدر ألاقي حد يمول الإرهاب تاني، وعلى فكرة مش قطر اللي خلقت الإرهاب. أنا مش عايز أذكر أسامي تانية لأنه قلت أنا من أنصار الحفاظ على العلاقات العربية، فما ينفعش نقول لك فلان بقى اللي عمل الإرهاب وفلان اللي موله وفلان اللي خلق داعش وفلان اللي عمل التنظيمات كلها وفلان هو اللي تعاطف مع الإخوان المسلمين ولا صرف عليهم وفلان هو مؤسس الربيع العربي. ما ينفعش، لأن اللحظة اللي إحنا فيها ما ينفعش تقول فيها حقائق كتيرة جدا. على كل حال قطر عندها وجهة نظرها، وانا من الناس اللي مستعدين يقولوا ان كل دوله من حقها تدافع عن مصالحها ماشي، لكن في ثوابت مشتركه في العلاقات العربيه، في اصول، في تقاليد. مصر لها مكانتها. انا يعني لو حضرتك نزلت قطر هتلاقي كل مواطن قطري شايل مصر على دماغه، الكويت نفس الحكايه، البحرين، سلطنه عمان، انا لفيت الخليج كله، مصر لها مكانه مقدسه جدا عند الناس دي. اما تيجي هنا خلافات بقى المصالح يعني برضو نتحكم فيها، لان عندنا اليات، عندنا مجلس تعاون الخليجي، عندنا مجالس ثانيه، عندنا الدول العربيه، عندنا وزارات خارجيه، نقدر نتفاهم. لكن الشريك او لكن السيد الذي يدير اللعبه لا يرغب لا في ان الناس دي تقرب من بعضها، ولا في ان الناس دي تتفاهم، ولا في انه ربنا يصلح حال الامه. هو اصل الناس اللي ربنا يصلح حالها هو هياكل عيش ازاي اصلا؟ فننتبه للحكايه دي. انا يعني امل من القاده العرب يا رب واحنا صايمين يفتح عليهم ويعني يتناولوا يعني كيفية يعني إعادة صياغة العلاقات العربية بأقصى درجة من الحكمة، خصوصا في المرحلة اللي احنا فيها، وخصوصا في منطقة الخليج. عندنا مشكلة تانية مع السودان، ربنا يصلح حالنا يعني، اهو ابتدى الرئيس البشير يصلح بقى يومين ثلاثة كويس، ربنا يصلح الحال. أرى يا أستاذ عمرو ضرورة أن نلجأ إلى أقصى قدر مصر الكبيرة، مصر تتحمل شوية، مصر كبيرة مرة تانية، وكبيرة لأنه مكانتها في قلوب الشعوب العربية مش في قلوب الحكام بتلات أربع حكام. طيب ولا كام أسرة؟ في تخوف أستاذ محمد على المصريين اللي موجودين في قطر، ولا شاف حضرتك إزاي؟ لا، من خبرتي ومن مشاهداتي ومن معايشتي ومن حواراتي ومن لقاءاتي أنا يعني لا أشعر بأي قلق على المصريين في قطر. العدد بيقدر بحوالي 300 ألف، هم بيشغلوا يعني مساحة مهمة في إدارة ماكينة البلاد نفسها.
مرة تانية أنا بأكد أن الشعب القطري بيتعامل مع الشعب المصري بمنتهى الاحترام بمنتهى الأدب، وأنا بأكد أن الشعب المصري كمان هو يكن احنا يعني مفيش أحسن المشاعر. الشعب القطري احنا بنحترمه جدا، ما عندناش مشكلة، ما عندنا مشكلة سليم. مع الأسرة الحاكمين دي يعني دي مرة تانية إن احنا نتفاهم فيها بأقصى درجة من الحكمة بما لا يلحق ضرر بأمننا القومي وبرضو بما يمكننا من ممارسة دورنا كالشقيقة الكبرى مصر يعني. بالمناسبة يعني ارجو انه يعني يعني بعض اخواننا اللي بيستخدموا الفيسبوك ولا حاجه يبقى عندنا وعي شويه، اما تحصل مشكله بين الدول العربيه يعني نبقى زي الانجليز، نبقى زي الفرنسويين، نحاول نشوف المصلحه فين، مصلحه الشعوب، ونحاول نقرب، ونحاول نستخدم لغه مهذبه، ويعني يعني ان تكون تصرفاتنا تليق بمصر. طيب خلينا نروح لموضوعات تاني، موضوع اللي بيهمنا كلنا برضو اللي احنا متابعينه عن كثب، موضوع الثانويه العامه، موضوع مهم جدا. عندنا طبعا ابتدت الامتحانات يوم الاحد المنقضي، وابتدت طبعا بمشكله في اللغه العربيه، وابتدت برضو بالامس في جزء من مش بنقولش تسريب بقى، يعني هو جزء من الامتحان خرج طبعا بعد مرور ساعه من مرور الامتحان، وطالبين صوروا الامتحان في محافظه سوهاج، واستطاعوا التوصل اليهم طبعا عن طريق الاكواد الموجوده جديده، ودي حاجه كويسه جدا ان احنا نلاقي اكواد في الامتحانات عشان نقدر نوصل لمين سرب الامتحان. الوطن بتقول امتحان اللغه الفرنسيه سهل في جو حار جدا، وشومنج بتفشل في تسريب الامتحان لليوم الثاني على التوالي. شايف حضرتك اخبار الثانويه العامه يا استاذ محمد؟ يعني قبل ما اموت عايز انا مش عايزك تنفعل بس عايز اقرب بعد امنيتي في انه احنا لازم يكون عندنا رؤية. احنا مصر، مصر كبيرة لازم يكون عندها رؤية. احنا عايزين نبقى ايه في العالم ده، عايزين نبقى ايه في المستقبل ده، طب احنا قدراتنا ايه، طب امكانياتنا ايه، يبقى عندنا تصور. طب نعمل ده ازاي؟ عن طريق التعليم. اجي هنا من اول هنا بقى ابتدي احط نظام تعليمي باساليب تعليمية بكلام كبير بقى من ده. نفس الكلام ينطبق على الثقافة وعلى الصناعة وعلى الزراعة وعلى كل حاجة بقى، لاني اصبحت مالك رؤية تحدد دور كل وزارة من الوزارات بهدفين: بناء الإنسان، أصنع الإنسان بمواصفات معينة. ما هو التعليم شغلته إيه؟ التعليم شغلته يعمل لي إنسان مصري بمواصفات معينة، مش شغلته إنه يروح يقرأ شوية دول، مش كده. التعليم ده سلاح، يعني وسيلة لبناء الإنسان. أنا عايز الإنسان ده يبقى إيه الأول؟ طب وعشان عايزه يبقى ايه، ما انا لازم اربي فيه النازع القيمي والاخلاقي اساسا، والا يبقى لا مؤاخذه يبقى التعليم كله مالوش قيمه. ما قيمه ان تحدثني عن علم لا يستند الى اخلاق بجد قيمته؟ ما قيمه ان تحدثني عن علوم لا تنبع من انسان يعرف كيفيه الالتزام بقيم العلم؟ عشان يبقى عالم هو اساسا العالم ده لازم عنده قيم تحكمه يا استاذ عمرو. النظام اللي انا شايفه في مصر ده نظام تخريج موظفين، مش نظام تعليم، مش نظام تخريج علماء، مش نظام تربيه ناس حتى. انا مش عايز ابقى نظام تخريج موظفين، مش عايز يعني مش مساله انا رايح اخد ورقه، مش مساله شهاده، انا بربي انسان. نيجي بقى لشاومينج وما شاومينج شاومينج بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على حاجتين، يا اما المصدر اللي بيحط الامتحان، يا اما حد من الطلبه يقول له الكلام ده. طيب كويس، الطلبه بقى عندهم عقوبات رادعه جدا، اللي هيسرب الامتحان هحبسه وهضربه وهحرمه. نفس المنطق برضه، يعني انا مش كلمته بنازع تربوي اني اطلع القيم الفاضله اللي فيه عشان تقول له لا ده ينفع وده ما ينفعش. بس محمد النقطه دي نقطه طويله الامد، يعني دي نقطه بعيده مش نقطه قريبه. مفيش حاجه بعيده، لكن في دماغ بتفكر ودماغ ما بتفكرش، في دماغها حرة ودماغها مقيدة. نتكلم بصراحة، أنا لو مسؤول تربية وتعليم بتواضع شديد جدا الصبح هأديك رؤية للتربية والتعليم، يفترض أن يكون الوزير كذلك. طب ما دكتور طارق مقدم رؤية بيقول لها طبقا من السنة الجاية. لكن كل اللي عندنا تطوير للتاريخ، تطوير، نحن نحاول إحياء التاريخ دائما. يا سيدي التاريخ ده خلص، يا سيدي ده اللي احنا فيه نفسه بمقاييس العالم المعاصر، العلوم اللي فيه مذهلة، احنا على بعضنا كده بينا يعني بره التاريخ. يا سيادنا لازم يكون عندنا القدرة على التجديد، الابتكار، معايشة العصر اللي احنا فيه، وخصوصا في ملف التعليم. انا بقول لك بخلق انسان بمواصفات معينة قادرة على تحقيق اهداف امة، قادرة على تحقيق اهداف دولة. الاساس هو تربية الانسان، مش تلقينه، مش تحفيظه، مش الروتين، مش انه رايح الامتحان جاي من خايف من البتاع، من معاي الورقة، غش ما غشش، كلام قديم قوي. في المجمل اكرر مرة اخرى،
لا يمكنني كرجل أمضى حياته في الفكر أن أتحدث عن بناء دولة ما لم أتحدث عن بناء الإنسان، ولا يمكنني أن أتحدث عن بناء الإنسان أو بناء الدولة في معزل عن الرؤية الشاملة التي تحدد للدولة ماهيتها على خريطة العالم وعوامل تميزها على هذه الخريطة، وبالتالي كيفية صناعة الإنسان بالمواصفات القادرة على تحقيق هذه الأمنيات الوطنية أو أمنيات الدولة أو أمنيات الشعب أو المجتمع. والله يا أستاذ محمد احنا محتاجين فعلا نقلة، محتاجين ثورة على الضمير زي ما بيقول يعني. يتوجب أن تكون هناك ثورة فكر إن شاء الله، ويتوجب أن يكون هذا الفكر مستقلا، لأن المفكر المستقل وحده هو الذي سيستطيع أن لا يخضع إلا لقوانين الفكر وقواعده. أما كل فكر مقيد فإنه لا يمكن أن ينتهي إلى غير ما سبقه من فكر. صحيح صحيح. شكرا جزيلا استاذ محمد، شرفتنا دايما بتحليل حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك، رمضان كريم عليك. انفعلت شويه. لا مش حاجه، اهلا وسهلا بيك دايما استاذ محمد. خليني مره ثانيه اشكرك واشكر كل اخواتنا في بازبير، وكل سنه وهم طيبين جميعا، والشعب المصري كله واقف خير ان شاء الله، قياده وشعب وجيش وشرطه وامتنا العربيه والاسلاميه، كل سنه والجميع بالف خير. شكرا جزيلا استاذ محمد المصري الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا استاذ محمد، شرفتنا. شكرا. اروح لزميلتي نجلاء الجعفري معها موجز الاخبار، نشوف اخر المستجدات على الساحه العربيه والمحليه والعالميه في موجز الاخبار بعد الفصل.